السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بالأمس بقي عندي الأخت أمينة ومحمد من السعودية ومحمد من مصر ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم أمينة من عمان تقول بالنسبة لي يعني نزول المطر تقول نزل عندنا مطر ودعونا الله سبحانه وتعالى تقول هل يلزم بالإنسان إذا أراد أن يدعو أن يكون تحت المطر أو إذا شفنا مثلا الخبر في التلفزيون ممكن أننا ندعو أخت الفاضلة أمينة بارك الله فيك لا شك بأن المطر نعمة من نعم الله عز وجل ولذلك ربنا جل وعلا يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ولذلك هو خير والمطر بالنسبة لمسألة الدعاء ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر يدعو من جملة الدعاء يقول صيبا نافعا وكان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته وكان يعرض بدنا عليه الصلاة والسلام للمطر وكان يقول قريب عهد بربه وكان يدعو عليه الصلاة والسلام والمقصود بأن الإنسان إذا أمكنه أن يكون تحت المطر أو يرى المطر ويدعو هذا هو المطلوب أما إذا لم يستطع إلا بمشاهدته سواء مباشرة أو مشاهدته عبر التلفاز وفي مدينته وفي محلته يدعو أيضا لكن يشاهد في التلفاز مطر في بلد آخر أو في دولة أخرى لا ما العلاقة هذا ما العلاقة المقصود المطر الذي ينزل على الإنسان أمينة بارك الله فيها تسأل عن الجمع بين قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والآيات الأخرى وبين قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، تقول ما الجمع بينهما؟ أختي أمينة الله يرضى عليك ويبارك فيك، الجمع يعني واضح وظاهر وسهل، ولذلك الآية الأولى تتحدث عن المدة الزمنية لخلق السماوات والأرض. والحال الآيات الآية الثانية تتحدث عن الفترة الزمنية للعام يعني السنة كم شهر والآية الأولى سواء آية فصلات أو آية التوبة أو الآيات الأخرى تشير إلى خلق السماوات والأرض وأنه بالإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام الأرض في, أيام الأرض في يومين ثم يومين يعني بث فيها ارزاقها واقواتها ثم السماوات في يومين هذه سته ايام. ما يتعلق بالزمان الزمان عند الله عز وجل 12 شهرا يعني السنه ولذلك يقول جل وعلا ان عده الشهور عند الله عده الشهور لاحظ عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الزمان قد استدار يوم خلقه الله عز وجل وذكر عليه الصلاة الأشهر هذه الحرم الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب يسمونها رجب مضر فهذه يتحدث عن الفترة الزمنية للسنة وذاك الآيات الأولى تتحدث عن بداية خلق السماوات والأرض أم محمد أعتذر منك إن شاء الله بعود لك بعد ما أخذ هذه المجموعة اللي تنتظر تفضل يا علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ كيف حالك؟ طيب حالك يا علي. شيخ عندي أربعة أسئلة. تفضل. السؤال الأول ما أيوة. هي آداب السلام والتحية وما هي أحكامها؟ الحديث لا يسلم الجالس على القائم إلى آخر الحديث. إن شاء الله. السؤال الثاني أريدك أن تشرح لي حديث أفتان أنت يا معاذ. السؤال الثالث الشيخ أنا ووالدي بيننا يعني اختلاف في المذاهب، أنا من مذهب أهل السنة والجماعة. ووالدي من غير مذهب اهل السنه. هل يجوز ان يجبرني والدي باتباع مذهبه واتبعه؟ وهل أأثم اذا ما اطعت في ذلك يعني ما تبعته؟ ان شاء الله. سؤال رابع اسمع بعض الناس اذا نسي شيء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على على محمد. بعضهم ينكرون عليهم يقولون لهم قولوا لا اله الا الله. واسمعك بعد انت بعض المتصلين ينسون السؤال كلهم يقولوا لا اله الا الله ان شاء الله ابشر متحكم. يعني ان شاء الله مشكور بارك الله مر... فيك مرحبا يا علي فضل عبد الله السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله يا فضل الشيخ اهلا وسهلا انا من متابعينك الشيخ واستمعت الى لل... يعني العلم نور نعم تفضل عبد الله حياك الله الله يسلمك بس يا فضيله الشيخ يعني ما تاخذني انا من عامه الناس يا الشيخ ولكن انا مجتهد في في القران الكريم يعني وفقك الله يا عبد الله الجميع حياك الله الان يا فضيله الشيخ يعني جماعتي انا الان مغترب انا الان سعوديه إيه. اي وهذه اللهجه هذه يعني صارت يعني كذا ركيكه معي اي نعم اللغه العربيه اما جماعتي عندهم عندهم من الالفاظ الجميله الجميله اللي يصفون الشيء بكل شيء بدقه ما شاء الله طيب انا بعطيك انا مثلا اعطيك مثلا الشيخ ولا يمكن في اشكاليه ولا لا لا تفضل تفضل يا عبد الله اذا كان بس فقط يعني في حدود السؤال لان يعني اذا كان مثلا شبهه او شيء اعتقد ما نستفيد ايوه نعم 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 في شبهه نعم نعم تفضل في شبهه في شبهه يعني ربما يكون هو تحت الهواء طيب, يعني. طيب طيب خذ رقمي وحاول ان شاء الله تتصل بي ولعل ان شاء الله نتباحث انا واياك ونستفيد ان شاء الله جميعا الله يبارك فيك اخذ رقمك من فين؟ ان شاء الله الكنترول يعطونك يساعدونك بالله اه حفظك الله تفضل يا رضوان ايطاليا السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله اهلا وسهلا في اربعه اسئله من فضلك يا شيخ تفضل يا رضوان السؤال الاول من فضلك ما حكم من يقول دعوه دنون عليه السلام في الركعه الاولى من صلاه الفجر والسؤال الثاني <applause> صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما في صلاة الفجر مئة مرة. أما السؤال الثالث عن زكاة المال. طال عمرك يا شيخ. أريد أن أخرج زكاة مالي ولكن أنا أعطيها مثلا لأشخاص وهؤلاء الأشخاص أعلموا أنهم مثلا هذا المال الذي أعطيهم يشترون به مثلا دخان أو مخدرات أو شيء من هذا القبيل. هل يجوز أن أعطيهم وهم هم بطبيعه الحال فقراء محتاجين. طيب. هذا هو السؤال بتاع الزكاه، والسؤال الرابع من فضلك يا شيخ، انا املك شقه بيت واريد ان اسكن شخص في هذا في هذا البيت، ان ارهنه بيتي وبالمال الذي يعطيني هذا الشخص مثلا لمده سنه، بهذا المال الذي اخذ من هذا الشخص اريد ان ارسل الوالد والوالده للحج. هل م. هذا العمل حلال ام حرام بما الرهن اني ارسل الوالد والوالده ام لا رضوان رضوان لا تذهب اولا انت قلت نعم. في السؤال الاول تقول دعوه النون يقراها في الركعه الاولى في صلاه الفجر دائما نعم نعم باستمرار يعني الاولى من صلاه الفجر نعم طيب والصلاه على النبي مئة مره فين يقراها في اي في, في اي صلاه في صلاه الفجر كيف يعني يقول يعني في السجود ولا في القيام ولا في أه والله يظن ان الوالده بتصلي على النبي 100 مره بعد بعد الصلاه الفجر لما تكون قاعده بعد الصلاه بعد الصلاه لما بعد الصلاه عنه. بعد الصلاه طيب يا رضوان طيب طيب حياك السؤال اللي يهمني كثير من فضلك السؤال الرابع هذا بتاع الشقه اللي انا احب ارهنها وارسل الوالد للحج وهل بارسال الوالد والوالده للحج هل عندي اجر هذا العمل رضوان أنت كيف هنا أنت بعتها ولا أنت في مقابل دين معين أو في مقابل أنت أو تأجير؟ لا يا شيخ. مثلاً مثلاً يجيني شخص يريد أن يسكن هو وأهله في هذا البيت. إيه؟ أنا أسكنه بيتي لمدة مثلاً سنة أو سنتين. وفي المقابل بهذه السنة أو السنتين أو ثلاث اللي نتفق عليه، بيعطيني مثلاً عشرة آلاف دولار أو خمسة آلاف دولار في السنة كلها وفي السنتين. لما ينتهي الوقت الذي حددناه مثلا سنة أو سنتين هو يخرج من الشقة وأنا أرجع له ماله أرجع له هذا المبلغ أعطيه إياه لماذا؟ أخذ منه درهم لماذا؟ 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 لأنني في الوقت الذي أنا أكون محتاج مثلا مثلا لإرسال الوالدة الوالدة الحج محتاج مثلا لهذا المبلغ 10,000 دولار وأنا مش عندي 10,000 دولار وأريد أن أرسل الوالد والوالدة هذا السنة وعندي هذه الشقة فارغة فأقوم برهنها لشخص معين هو أهله ليسكنوا فيها هذا ليست رهن هذا إيجار يا أخي الفاضل هذا ليست برهن الرهن في مقابل شيء على العموم سأبين لك وأفصل لك ويعني أتوسع في هذا المسألة أبشر يا رضوان أبشر ونصحنا يا شيخي إن كان عندنا عشر في هذه المسألة أبشر أبشر يا رضوان أبشر نعم حياك الله السلام عليكم عليكم السلام فضل يا سعيد السلام عليكم ورحمة الله ممكن تغلقون يا سعيد مرحبا يا شيخ سلام على وسهلا عليكم السلام ورحمة الله الشيخنا بارك الله فيك الدخول ملعب كرة القدم بالرجل اليمنى تفاؤلا أو لبس لباس معين تفاؤلا يا شيخ هل يعد من الطيرة بالرجل اليمنى نعم بالرجل اليمنى إذا ما دخلت الملعب بالرجل اليمنى يمكن أخسر <applause> ولباس معين أو لباس معين أصفر وأحمر وكذا يعني طيب يا سعيد مرحبا تفضل يا مريم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت الشيخ بغيت اسال شو الحكم اذا عندنا سايق يشتغل في البيت ما يرضى يصلي ولا يرضى يصوم رمضان كل يقول انا ما اقدر يتحجل ما مسلم. يصلي ولا صلاه مسلم. هو مسلم مسلم على اساس انه مسلم اي والسؤال الثاني اذا مثلا وحده جت له الدوره الحيض ومثلا قبل صلاه الظهر اوكي بعدين صلاه الظهر ما بتصلي مرة ثانية بتتطهر إذا عقب أسبوع أو سبعة أيام هل صلاة الظهر يكون لها أن تقضي؟ جاءتها قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ لا إذا إذا قبل الأذان. قبل الأذان إيه نعم. هي. طيب أو يا. مرة ما بين صلاة الضحى وصلاة الظهر جتها الدورة أو بعد صلاة الفجر. هل الصلاة اللي بدي عقبة يعني بتكون تقضيها ولا ما تقضي الصلاة يعني؟ إن شاء الله يا مريم. مشكور. مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول يعني هي تسأل عن تقول سنة الوضوء تقول إذا توضأت ثم يعني دخلت لأصلي الظهر مثلا تقول هل أصلي سنة الوضوء قبل ذلك نعم يا أخت الفاضل سنة الوضوء مقيدة بالوضوء يعني مرتبطة بالوضوء ولذلك الآن مضافة إليها سنة الوضوء مضافة إلى الوضوء فإذا انتهيت من الوضوء أحببت أنك تصلين هذه سنة مستحبة صلي ركعتين هذه سنة الوضوء ثم صلي ركعتين ركعتين هذه السنة الراتب القبلية ثم صلي صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر تصلي ركعتين أو أربع على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما محمد تقول أنا لبست الجوارب توضأت تقول لبست الجوارب ثم خلعتهم هل أصلي بهذا الوضوء نعم يا أخت الفاضل كأنك ما لبست لأني أنا أمس تحققت منك تقولي أنت الآن توضأتي ولبست الجوارب ثم بعد فتره خلعتيها وانت على وضوء وجيت تصلين لازم تلبسين لا لانك ما ما مسحتي عليها ذاك الذي يمسح عليها في قول لبعض العلماء انه لا يكون لابس لهما ام محمد من مصر بارك الله فيها بالامس سألت ثلاث اسئله في السؤال الاول تقول بان كافل يتيم تقول عندي قطعه ارض وعندي ذهب وعندي مال وكذا تقول انا ما عندي اولاد ممكن انني اهب هذا المال لهذا الطفل الذي الذي كفلته كفل كفلته ام محمد تقول انا عندي اخوه واخوات لازم استاذنهم وعندي زوج ايضا تقول هل يعني يجب علي ان استاذنهم ام محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ومأجوره ان شاء الله على هذا العمل الصالح وابشري بخير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه ولذلك كفاله الايتام حقيقه عمل رائع وعمل طيب وعباده وقربه ينفع الله عز وجل بها الإنسان يوم القيامة وتعلمون بأن أغلب يعني المسلمين في كثير من الدول الإسلامية بسبب الفتن والحروب يعني أصبح هناك كثرة في الأيتام ولذلك مهم جدا للمسلم أن يلتفت إلى هؤلاء ويكفل الأيتام بالنسبة لهبة المال أخت الفاضل الإنسان له الحق الكامل في أن يهب ماله في حياته أي ما دام أنه ما عنده أولاد فلك الحق الكامل بأنك تهبي أموالك في هذه الحياة تتصدقين بها كلها تتبرعين بها كلها لك الحق الكامل لكن إن كان عندك مال يسير وهذا المال لو وهبتيه كاملا يتضرر الورثة العلماء يقولون لا من كان عنده مال قليل فيهب يعني شيء يسير ويترك الباقي للورثة تقول والله الحمد لله أخواني وخواتي أغنياء ومقتدرين وكذا وزوجكم موافق على هذه الهبة ما في شيء ولله الحمد وتؤجرين على ذلك ولك الحق الكامل لكن أنا أنصحك أخت الفاضلة بأنك تهبي هذا الطفل أو هذا اليتيم تهبينه شيء معقول معين والباقي تتركينه للورثة بارك الله فيك أم محمد تسأل عن التسبيح تقول هل هو باليد اليمنى أم باليدين الثنتين أخت الفاضلة أولا بالنسبة للتسبيح الأصل أنه الأمر فيه واسع في اليدين الثنتين أو في اليد اليمنى هذا الأصل أنت سألتيني عن الأفضل الأفضل في اليمنى الأفضل في اليد اليمنى لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسبح باليد اليمنى لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يسبح بيده الثنتين ما يمنع لكن الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أنك تسبحين باليد اليمنى تقتصرين على اليد اليمنى أم محمد أيضا من مصر تسأل تقول بالنسبه لصلاة الفجر، هل هي صلاة الصبح؟ نعم، صلاة الفجر وصلاة الصبح آه هذه من الألفاظ المترادفة، فصلاة الصبح هي صلاة الفجر، لكن يوجد بعض المذاهب عندهم آه يعني آه تقسيم وتباين في التعبير التفريق بين الفجر وبين الصبح في فيما يخص قضية الرغيبة اللي قبل صلاة الصبح لأن من من آكد السنن اللي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها وهي سنة الفجر القبلية حتى كان يقول خير من الدنيا وما فيها فيعبرون عنها بتعبير مغاير لصلاة الصبح لكن الصحيح الفاضلة أن صلاة الصبح هي صلاة الفجر وهي صلاة الغداة ولذلك صلاة الفجر لها ثلاثة أسماء الصبح الفجر الغداة هذا كله ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بارك الله فيه من عمان يسال اليوم يقول ما هي آداب السلام والتحيه اخي الفاضل اولا بالنسبه للسلام هذا من شعائر اهل الاسلام من شعائر اهل الاسلام وهي سنه الانبياء من ادم عليه السلام الى نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال لادم اذهب الى اولئك النفر من الملائكه وسلم عليهم فان تحيتك وتحيه ذريتك من بعدك وكذلك كان مثلا إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الخضر سلم عليه كما في البخاري فقال الخضر وأنا بأرضك السلام يعني من الذي يسلم هذه شعار أهل الإسلام وآكد الأنبياء في مسألة السلام هو نبينا عليه الصلاة والسلام فلقد جاء به مفصلا ومرتبا ومبينا للأجر المترتب على ذلك فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل وقد دخل عليه وقال السلام عليكم قال وعليكم رد عليه وقال عشر فدخل الثاني قال السلام عليكم ورحمه الله رد عليه وقال عشرون فدخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقال ثلاثون فدل هذا على ان الاجر المترتب على السلام على قدر اكمال الجمله ولذلك ربنا جل وعلا يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها قال العلماء وهم جمهور اهل التفسير فحيوا باحسن منها ان تاتي بالجمله كامله او ان تردها كما هي السلام عليكم وعليكم السلام الافضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والسلام له احكام كثيره بحثها العلماء في كتب الفقه وفي كتب الاداب من ذلك ان السلام ابتداؤه سنه ورده واجب في اصح اقوال اهل العلم فالانسان يسلم وهذا من السنن والرد يكون واجبا. الامر الاخر ان الانسان يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف. على من عرف وعلى من لم يعرف. النبي عليه الصلاه والسلام قال: افشوا السلام وافشاء السلام يكون بكثره السلام على الناس وايضا قال على من عرفت وعلى من لم تعرف. الامر الاخر ان القليل يسلم على العدد الكبير والراكب يسلم على الجالس. والراكب والماشي يسلم على الجالس فاذا مر انسان بمجموعه هو الذي يبتدئهم بالسلام ويكفي ان يرد واحد يسقط به الفرضيه فاذا رد واحد سقط به الفرضيه وافشاء السلام سبب من اسباب دخول الجنه ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عما يدخل الجنه قال افشاء السلام وايضا سئل عن خير عن عن احسن الاسلام قال افشاء السلام واطعام الطعام والصلاه بالليل والناس نيام والمقصود بان السلام حقيقه من شعار اهل الاسلام وهو متضمن على اسم من اسماء الله الحسنى وهو السلام لما تقول السلام عليكم وايضا فيه معنى الطمانينه ومعنى ايضا الامان لما تقول السلام عليكم كانك تقول الامان عليك والسلامه عليك وفي الصلاة يسلم الإنسان عن يمينه وعن يساره يسلم على الملائكة وعلى من يمينه ويسلم على الملائكة وأيضا عمن هو عن يساره ولذلك إشاعة السلام مهم جدا وأيضا لا ينبغي للإنسان أن يغير في ألفاظ السلام بل يقتصر على الألفاظ الشرعية ويهتم بهذا ويشيعه بين الناس والسلام سبحان الله سبب من أسباب طمأنينة النفس ولذلك تجد هذا ظاهر في الناس الآن لما تقابل شخص تجده متجهم مثلا متجهم مقطب الجبين فلما تلقي عليه السلام تبرق اسارير وجهه وينشرح صدره ويلين وهذا اثر عظيم لهذا السلام فالمقصود ان الناس يشيعون السلام بينهم ويحرص الانسان على ان هو الذي يبادر الى السلام ولذلك بعض الناس يقول لك يا اخي ما سلم علي طيب سلم عليه انت انت بادر الى السلام وكن وليكن السلام لك شعار إذا دخلت الله عز وجل يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال العلماء على إخوانكم لأنه أقام الأخ مقام النفس أقام الأخ إخوانكم يعني أصحابكم وكذا مقام النفس سلم الإنسان إذا دخل فندق إذا دخل مسجد إذا دخل بيته إذا دخل بيت مثلا بيت جاره ولا بيت صديقه أو بيت صاحبه أي مكان يسلم إذا مر على قوم جلوس سلم عليهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى الصبيان حتى الصغار يقول أنس مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبيان فسلم عليهم سلم على الصبيان يقول السلام عليكم هذا تربية وتعليم بارك الله فيك علي يسأل عن معنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ أخي الفاضل هذا له قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل أعرف الأمة بالحلال والحرام ومن العلماء وكما يعني جاء في الأثر انه ياتي ياتي بين بين ايدي العلماء برتوة يعني بمسافه معاذ بن جبل كان لصيق بالنبي عليه الصلاه والسلام لدرجه انه كان يصلي معه العشاء حاضره ويذهب الى قومه ويصلي بهم العشاء اماما نفل له وفريضه لهم هو نفل له وفريضه لهم من من شده قربه من النبي عليه الصلاه والسلام وكان رجلا متالها متنسكا عابدا وكان براق الثنايا كما وصف كان رجل يعني يتفجر علم مرة من المرات صلى فأطال الصلاة فانسحب أحد الصحابة من ورائه انفرد وكمل صلاته وذهب كان عنده يظهر أمر فأخبر معاذ قالوا بأن فلان انسحب ومعاذ أطال الصلاة فقال نافق فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له معاذ يقول الراوي لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يقول ما رأيت غضبا في موعظة مثل هذه فقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ وفي لفظ أفاتن أنت يا معاذ يعني تفتن الناس أفتان أنت يا معاذ فتغيظ عليه وغضب عليه وقال إذا يعني صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها واقرأ بكذا وكذا علمه يعني القصار السور يقرأها بالناس ولا شك بأن هذا منهج عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عثمان بن أبي العاص قال واقتدي بأضعفهم يعني انظر في جماعة مسجدك أضعف شخص من هو رجل كبير في السن في السبعين أو الثمانين صلي بما يحتمل هذا الرجل لا تصلي بما يحتمل الشاب أبو عشرين وثلاثين هذا هذه رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك تقول عائشه اظن عائشه رضي الله عنها قالت ان منكم لمنثرين قالوا كيف ذاك؟ قال قالت يقوم احدكم فيصلي بالناس فيطيل ويقوم يعرض الناس فيطيل ولذلك كانت تقول اذا وعظت تقول لعمرو بن عبيد قال اذا وعظت فاوجز يعني الموعظه خفيفه الان خطبه الجمعه قائمه على الاقتضاب قائمه على الاختصار قائمه على ضغط العباره ليست الخطبة محل الاستطراد وليست الخطبة محل التفريع والشقشقة شقشقة العبارة وتفريع الجمل لا وإنما قائم على الاقتضاب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن على فقهه يعني علامة على أنه فقيه لأن الفقيه هو الذي يختصر العبارة ويجمل ويعطي جوامع الكلم هذا هو الفقيه بحق أما الاستطراد يقعد واحد 45 دقيقه وساعه هذا هذا غلط هذا ليس من دين الله وبعض الناس الان يقعد لساعه ساعه ونص والناس يتفرجون عليه يجيب قصص ويجيب كذا لا ما يصلح هذا في المحاضرات في الدروس في المجالس اما الخطبه لا كذلك الصلاه يجب على الامام ان يراعي جماعه مسجده ولا يطيل ولذلك لما قال افتان يعني انت تفتن الناس على عن دينهم يعني في هذا فتنه عن الدين انسحاب الرجل يدل على ان وصل حده مع انه صحابي جليل وصل حد لأنه معاذ اطال معاذ اطال ولذلك بعض الناس الان يحترمون ائمه المساجد ويقدرونهم ويخجلون منهم مع يعانون من ورائهم يخجلون لكن على امام المسجد ان يكون فقيه وان يتقي الله وان يخاف الله وان ينظر في جماعه مسجده الا في الحالات التي هي من السنه مثل قراءه مثلا في فجر يوم الجمعه السجده والانسان يتحملها الانسان في الاسبوع مره واحده اما ان يكون يطيل دائما فهذا غلط، طبعا انا اقول هذا الكلام على سبيل العموم والا ولله الحمد الان اغلب مساجدنا وفي العالم الاسلامي وهنا ولله الحمد يعني في اعتدال ولله الحمد عند ائمه المساجد. علي بارك الله فيه يسال يقول انا بيني وبين والدي اختلاف في المذهب، يقول انا من اهل السنه ويقول يعني دائما والدي يضغط علي في انني انتقل عن مذهب اهل السنه. اخوي الفاضل بارك الله فيك، اولا نحن لله الحمد اجمعنا الاسلام هذا واحد والله جل وعلا يقول هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قل جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام قل جل وعلا ورضيت لكم الاسلام دينا قل جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالاسلام ولذلك الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا وايضا تستصحب اركان الايمان الست التي لا يصح اسلام احد الا بالايمان بها الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره حلو ومر من الله ولذلك هذا هو الاصل العظيم آه الانسان يسال الله جل وعلا الهدايه الى شيئين دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم طيب الهدايه الاولى الى الاسلام العام الاسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام من اقامه اركان الاسلام والايمان والهدايه الخاصه انك توفق الى ان تكون على هدي النبي عليه الصلاه والسلام وهدي الصحابه بمثل لاحظ المثليه بمثل ما امنتم به يعني الصحابه فقد اهتدوا فان امنوا بمثل ما امنتم فقد اهتدوا وان تولوا الايات والحديث يقول صلى الله وسلم وستختلف امتي نسبها اليه لان الامه على نوعين أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بجميع طوائفها وأمة الدعوة الأمة الكافرة اللي ما أسلمت ندعوها وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة ما ذهبوا يسألون عن الهالكة سألوا عن الناجية من هي رسول الله؟ قال من كان على مثلي اربط هذه مع الآية فإن آمنوا بمثلي بمثلي اربطها مع الآية قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي الله أكبر شرف, شرف الصحبة من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه الفرقة الناجية ولذلك لا يلزم من هذه الفرق المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون مخلدة في النار لكن قد تعاقب على على بدعها والمقصود يا أخي الفاضل أن ما وفقه الله عز وجل لطريقة أهل السنة والجماعة القائمة على اتباع الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والتزام إجماع المسلمين هذه والله من أعظم النعم ويستمسك بها الإنسان ويعض عليها بالنواجذ ولذلك آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الصحابة بأن رسول يعني جالس يودعهم قال العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عضوا عليها، فإذا وفق العبد لهذا المنهج العظيم وهذه الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يعض عليها بالنواجذ، شوف لاحظ التشبيه بمعنى الإنسان إذا أراد أن يستمسك بشيء عض عليه حتى لا يفلت منه، وبذلك يعض عليه الإنسان بمعنى يقيم عليه ويستمسك ويحرص على أن 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 يرسخ ويؤكد ويكرس هذا هذه النعمة العظيمة واجعلها في جذور قلبه وأيضا سلوك عملي من خلال أقواله وتصرفاته زيادة على الاعتقاد أما الوالد فادعو له بالهداية وإياك ثم إياك أن تسيء الأدب معه وإنما تلطف معه شوف إبراهيم عليه السلام مع والدي ماذا كان يقول يتلطف يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي يا أبت يا أبت النبي عليه بل ربنا جل وعلا ماذا قال؟ شوف لاحظ في 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 موعظة لقمان لابنه قال وإن جاهداك جاهداك حطها بين قوسين يا علي جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما هذا حق الله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليك فتلطفك مع الوالد ودعوتك له وخدمتك له وبرك اليه برك له واحسانك اليه هذا كله باذن الله معطيات بحول الله وقوته ان الوالد هو الذي يعتنق ما انت عليه هو الذي ينتقل الى ما انت اليه وهذا مهم جدا يا أخي الفاضل ولذلك لا نخلط الأوراق يعني بعض الأولاد قد يكون عنده تدين وتشدد لا ما يصلح ما يصلح ولذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا مع مع جهادهما في قضية إغوائك هذا ما يجعلك يعني مثلا ما ما تسيطر على تصرفاتك ويجعلك تخلط الأوراق لا هذا شيء وهذا شيء فاحرص على هدايته في صلاتك ادعو له تلطف معه بره وليس بالضرورة أن تناقشه أحيانا برك وإحسانك وخدمتك له رسائل له فعلا يشوف اللي أنت عليه حق وأكبر دليل هذه الأخلاق والقيم اللي أنت عليها اه اه وتعامل والدك رغم عدم قناعتي بما أنت عليه طيب اه علي بارك الله فيه يقول يقول يعني بعض الناس إذا نسي شيء قال صلوا على النبي يقول أنا شاهدتك في البرنامج سمعت كذا ننسى أن الإنسان يذكر الله أخي الفاضل هو لما ينسى الإنسان شيء ويصلي على النبي يحتاج إلى دليل فكأن الآن كأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تجعلك تستذكر ما نسيته وهذا يحتاج إلى دليل هذه مسألة شرعية ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز آه آه قال آه في في سورة الكهف قال الآية وإما ينسينك من الشيطان الآية الأخرى نسيتها الآن على العموم آه على العموم جاء إيش آه جاء ذكر إيش ذكر الله عز وجل جاء ذكر الله عز وجل إن شاء الله تأتي الآية جاء ذكر الله عز وجل ما جاء إيش صلاة عنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول للشخص الذي نسي صلي علي ما ثبت هذا الشيء ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يعني جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام استذكار النسيان هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن السعودي يسأل يقول طبعا عبد الله أخونا الفاضل عبد الله ما شاء الله متابع للبرنامج وهو طبعا يقول نحن عندنا لهجة أو اللغة, اللغة العربية عندنا ما زلنا محافظين عليها ومن اليمن يقول أنا الآن في السعودية ودائماً عنده إشكالات يطرحها في مسائل الآيات وأنا أجيب والحقيقة الإجابة يعني أنا أحرص جداً إني يعني أوفر الجواب الصحيح ويحتاج حقيقة إلى تطويل وهذا يأخذ من وقت البرنامج وأحياناً يطرح حقيقة المسائل بعيدة جداً يعني عن المعنى الصحيح لقد مثلاً قضيته في الاتصال السابق يعني مثلا حسب ما تذكرت يعني ما يتعلق بقضية منسأته يقول هذه غير موجودة في لغة العرب أن المنسأة هي العصا وأنا قلت له هذه في لغة العرب وقواميس اللغة العربية كلها تشير إلى أن المنسأة هي العصا طبعا هو له يعني قراءة أخرى حسب ما يقول حسب لهجة يعني قبيلته وأنا طلبت منه أنه يأخذ رقمي وإن شاء الله نتذاكر نحن وإياه ونبحث مثل هذه المسائل مع أني أنا وعدته سأذكر شيء من قواعد التفسير ولعل هذا إن شاء الله يكون قريب رضوان من إيطاليا يقول ما حكم من يقول دعوة النون دعوة ذي النون في الركعة الأولى من صلاة الفجر أخي الفاضل يعني تخصيص وتوظيف هذه الآية في صلاة الفجر في كل صلاة يحتاج إلى دليل ما عندنا دليل الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ولذلك أخي الفاضل يعني نبه هذا الإمام أو نبه هذا المصلي إذا كانت الوالدة حسب ما ذكرت انه ما يعني تجعلها دائما لان يعني توظيفها دائما يجعلها سنه ويحتاج الى دليل ولذلك تقرا ما تيسر من القران. كذلك صلاتها على النبي بعد الصلاة ما في شيء ما بارك الله فيك لكن أهم شيء أن تأتي بالأذكار اللي هي عقيب الصلوات المكتوب في أذكار بعد الصلاة لما تنتهي منها وحابة هي تصلي على النبي تصلي ألف مرة ليش مئة مرة تصلي ألف مرة ألفين مرة ما في مشكلة لكن أهم شيء لا تعتقد سنيتها بعد الصلاة لا تعتقد سنيتها بعد الصلاة وإنما تأتي بالأذكار والتسبيحات والتحميدات وبعدين إذا حبت تصلي مرة مئة مرة مرة ميتين مرة ألف مرة ألفين مرة خمسين مثلاً حتى لا تعتقد هي بأن هذا والله مما شرعه النبي بعد الصلوات أو مما هو فيه دليل بهذه الطريقة بارك الله فيك رضوان بارك الله فيك بالنسبة لي زكاة المال يقول, يقول بأني أنا عندي زكاة مال وأعطيها لأشخاص فقراء لكن أخشى بأنهم يشترون بها مخدرات ودخان، يقول: هل أعطيهم؟ كيف تعطيهم يا أخي الفاضل رضوان؟ لا يجوز لك ويحرم عليك يحرم عليك أن تعطيهم الزكاة إذا كان يغلب على ظنك بأنهم يشترون بها الدخان والمخدرات، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ولذلك أن تكون بمثل هذه الصورة إذا علمت بهذا علمت بأن هذا الفقير صاحب مخدرات وصاحب دخان وصاحب خمرة كيف تعطيه من الزكاة؟ كيف تعطيه حتى لو كان أخوك ولا أقرب الناس إليك ما يجوز تعطيه من الزكاة؟ لكن ممكن إذا كان مصلي وإذا كان إنسان يعني يعني ملتزم أحكام الإسلام ليس مثلا مرتدا ولا تعطي شخص تقول هذه زكاة لهذا الرجل هو أولاده اشتري لهم فيها الضروريات توكل شخص مثلا وهذا الشخص يجيب لهم الطعام والشراب والملابس مثلا اما تعطيه يروح يشتري فيها احنا نقول لا يجوز ان يعطى الفقير من الزكاه يروح يشتري فيها الالكترونيات هذه والاشياء اللي, اللي اللي دمرت حياه الناس الان واصبح بعض الناس عند اهم من الاكل والشرب فتنبه لهذا اخي الفاضل بارك الله فيك رضوان طبعا في سؤالي الاخير يقول يملك شقه واراد ان يسكن فيها اشخاص ويرهنها مده سنه او كذا يقول حتى اني اوفر المبلغ لوالدي للحج يقول بعدين لما ياتون ارجع المبلغ لهم اخي رضوان بارك الله فيك يظهر عندك خلط في قضيه الرهن والاجار والمنفعه والصدقه وشيء من هذا القبيل اولا يجوز لك ان تؤجر هذه الشقه او ان ترهنها في مقابل شيء معين او مثلا ان تبيعها لاجل انك لاجل انك تصرفها على موضوع حج الوالدين، وهذه لا شك بانها بانه عمل صالح وطيب وتؤجر عليه، هذا واحد. يعني بمعنى اطمئن ما تكسبه من هذه الشقة سواء بيعًا أو إجارةً أو رهنًا ها؟ كله هذا وللحم مشروع في قضية أن الوالدين يروحوا الحج ويرجعون. انتهينا من هذه. المسألة الثانية الرهن أخي الفاضل، أنت تعرف معنى الرهن؟ الرهن هو حبس عين في مقابل مبلغ، يعني أنت مثلًا هؤلاء الأشخاص تطلبهم مثلا مئة ألف زين وهم يقولون لك خذ هذه الشقة نرهنها عندك حتى نسددك فأنت تضع يدك على هذه العين سيارة ولا شقة ولا أرض زراعية ولا بستان ولا ذهب مثلا حتى يسددونك إذا سددوك رجعت العين لهم هذا بعد الرهن أنا بسطه لك إذا ما سددك وقع في عسر لك الحق طبعا بمراجعة محكمة أو بإشهاد أناس تبيع هذا الشيء وتأخذ حقك وترد الباقي لهم وإذا بعته ونقص عن حقك أنت بالخيار إما أن تعفو وتصفح وإما أن تطالب بحقك المتبقي هذا معنى الرهن ولذلك أنت في هذا الصورة أخي الفاضل أنت تؤجر منفعة الشقة هذه ملك لك فأنت تقوم بتأجيرها لتقبض الأجرة سواء تأخذها في أول عقد الأجار أو تأخذها في آخر عقد الأجار يعني مرور سنة أو تأخذها على أقساط شهرية أنت بالخيار وعلى حسب العرف وعلى حسب ما تتفقان عليه وتعطي للوالد فيا أخي الفاضل شيل من رأسك شيء اسمه رهن هذا هذه ما هي برهن هذه ما لها علاقة بالرهن هذه ليس ما لها لا من قريب ولا من بعيد أنت الآن أجرها لهم بعد ما أجرتها وعطيت الوالدين وراحوا الحج ورجعوا تقول والله أنا أحب أني أرجع لهم شأنك هذا راجع لك أنت هذا تكون صدقة منك عليهم تقول أرجع لهم المبلغ أرجع لهم كذا هذا شأنك يا أنت الآن لو أجرتهم مجاني قلت لهم ما أبغى منكم راتب عفوا ما أبغى منكم إيجارة أنت حر تؤجر على هذا بارك الله فيك فشيل من رأسك شيء اسمه رهن ما له علاقة يظهر عندك صاير إشكال في فهم معنى الرهن هذا تأجير أو تبرع وتصدق سعيد من أبو ظبي يقول ما حكم دخول الملعب برجل اليمنى وما حكم لباس معين يقول لأن هذا يعتقد بعض الناس بأن هذا فائل أو شيء من هذا القبيل أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للملاعب بالنسبة للأسواق بالنسبة للأماكن القاعات هذه لا يشترط فيها الدخول ليس من السنة الدخول لا باليمنى ولا باليسرى ولا لو دخلت مثل ما يقولون القهقرة وعطيت ظهرك ودخلت ما في شيء اللي يدخل في اليمنى المسجد في الرجل اليمنى المسجد وأكرمك الله وأكرم الله المشاهدين الحمام تدخل في اليسرى والبيت أيضا تدخل في اليمنى تخرج مع أنه ما في دليل لكن العلماء عندهم قاعدة عامة أما قضية والله اعتقاد الإنسان إذا دخل برجله اليمنى الملعب سيفوز فريقة هذا والعياذ بالله يعني كلام خطير يمس العقيدة أو والله يعتقد أنه إذا لبس لباس معين لون معين من الألوان هذا يعني يكون سبب من أسباب فوز الفريق هذا يحتاج الإنسان يراجع عقيدته هذا كلام لا شك بان يدخل ضمن مساله التطير والتشاؤم وليس له علاقه بالتفاؤل مطلقا، التفاؤل هي الكلمه الطيبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين مسائل اللعب والفوز هذه مسائل دنيويه، النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت ناقته القصواء ما تغلب ابدا ومرة من المرات سابقها اعرابي جاء على بعير على على بكره وسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فحزن الصحابة وضاقت صدورهم فالرسول صلى لما, لما رآهم يعني في أزمة يعني الرسول الله وسلم قال حق على الله ما ارتفع شيء إلا إلا وضعه هذه الدنيا فالرسول صلى الله لما شاف الصحابة بلغ فيهم الحزن ليش ناقة الرسول الله قال حق على الله ما ارتفع شيء يعني في أمور الدنيا إلا إلا وضعه وهذا حتى يخص ما يخص فالفرق الرياضية ولا مسابقات العلميه وكل هذه قابله للربح والخساره وقابله لكذا فما يجوز للناس انهم يتعدون يتجاوزون الحدود في مثل هذه يعني بعضهم للاسف يعني بلغنا يروح يكشف عند العرافين والكهان يقول والله فريق فريقنا يفوز ولا لا وبعضهم للاسف يستعمل شعوذات وخيوط وحجب هذا كله خطر على قيده الانسان الانسان يبيع دينه عشان والله فريق يفوز ولا يخسر هذه كارثه ولذلك تنبه اللعب الحمد لله مباح وروح انسان يتفرج ويقضي وقت ويصير عنده مثل ما يقول روح رياضيه يقبل الخساره ويهنئ الفريق الثاني يصير عنده روح رياضيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما الصحابه حزنوا لامهم قال حق على الله ما ارتفع شيء الا الا وضعه مريم من دبي اعتذر منك أخت الفاضله والله وقت البرنامج خلاص وزدنا شوي لكن غدا في اول البرنامج سيكون الجواب عن أسئلتك بارك الله فيكم شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته